اولا يعني الحمد لله بالنسبه للقوائم العربيه في الكنيست ومشاركتها في الكنيست لا يعدو انجازاتها يعني مستوى الصفر حقيقه. يعني الانجاز كانجاز حقيقي لا يوجد انجاز يعني حقيقي بالنسبه لنا كمواطن عربي، يعني لا نشعر بهذا اللي هي الانجازات تقريبا اطلاقا، سوى بعض صرخات هنا ونهج جديد هنا، وهذه يعني هذا النهج الجديد الذي يعني يبشرون به، واكثر نهج لا يمثل حتى القيم ولا المبادئ الاسلاميه الحقيقيه التي يجب ان يسير عليها المجتمع العربي هنا في الداخل. صراحه لم التمس من الموحده او المشتركه اي عمل قاموا فيه من ناحيه ملموس او ظاهر للعين. لا، لانه بيكون الحكي اشي والفعل اشي. مش 100%. بكل تاكيد لا، المشتركه والموحده يعني خلينا نقول عمله، ولكن لكل واحد يعني هذه العمله صوره، نعم صوره مختلفه. بالنسبة للأداء كما ذكرت يعني هو لا يرقى إلى الصفر، يعني المشاركة في الكنيسة لم تجدي ولم يعني تكن لها أي ثمار حقيقية بالنسبة للجمهور العربي. كان أدائهم ضعيف جدا لأنهم لم ينجزوا أي إنجاز يذكر أو ألتمسه. بودي أنا أقول شيء للمشتركة والموحدة، يجب أن يكونوا يد واحدة وبقلب واحد وبقائمة واحدة حتى يتسنى لنا كوسط عربي أن يكون لنا عدد تمثيل أعضاء 20 عضو. إذا بنكون قالب واحد وإيد واحدة وعلى دين واحد وعلى أساس واحد وعلى رأي واحد، ساعتها إحنا بنكون بنشكل بهاي دولة إسرائيل زي ما تقولي عدد أعضاء لا يستهان به. نحن نعيش الآن في قضايا أكثر انقسام بين الجماهير العربية. الجماهير العربية الآن يعني كأنه يعني لا ينقصها هم أو غم أكثر من الانقسام الذي تزيد عليه القائمة الموحدة والمشتركة بالانقسامات والمناكفات السياسية والتجارة سواء بالوطنية أو بغيرها من أجل تحقيق أهداف لا يعني لا تمثل حقيقة المجتمع العربي. صراحة لا تليق بالعضوين من ناحية أن كل إنسان منهن عنده مكانته ولازم يكون حضاري، اللغة حضارية حتى ينعكس على المجتمع العربي، بنظر إلهن بمنظار أنهن هن بمثل المجتمع العربي أن يكونوا على حسن نية، وعشان الوسط العربي بالضبط انه يتخذ قدوه حسني. مش راضي من اللي صار ومش لازم كان يصير هيك ومش لازم ينزلوا لهي المستويات، وبدل ما هن يوقفوا لبعض على كبيره وصغيره يهتموا بالمجتمع، يهتموا بامور ثانيه، يهتموا بكيف ممكن يطوروا الاقتصاد، يطوروا العساكين بالمجتمع العربي. بالنسبه لي الشيء مرفوض، يعني مش كقائد لشعب ولا انه بيمثل كمان طائفة او بيمثل مجتمع، مش لازم يطلع هيك اشي من ثم نائب او مسؤول. مش كيف لازم؟ مش كلها. بكل تأكيد لا، هم بعيدون عن، ليس فقط جيل الشباب، هم بعيدون عن كل هم ومشاكل المجتمع العربي. طبعا انا هنا اريد ان انوه، ليس لان الاعضاء الكنيسة العرب لا يريدون تحقيق شيء، بالعكس انا اثق تماما ان لهم نوايا صادقه بتحقيق يعني انجاز للمجتمع العربي، لكن الظروف المحيطه الكنيسة كاقليه ك10 نواب كل هذا طبعا هذه عوامل لا تساعد في تحقيق اي هدف من الاهداف التي سواء وضعتها الموحده او سواء وضعتها المشتركه. في النهايه نحن غارقون في القاع ولا يمكن ان نصل اكثر من ذلك، لذلك انا ادعو جميعا الى مراجعه حسابات بالنسبه للمشاركه والتصويت للكنيسة. صراحه قضايا الشباب في المجتمع العربي جدا نازله بالانحراف، لم يعملوا للشباب العربي. انت تشاهدين كل يوم حاله قتل وجرائم قتل، فلازم يجب ان نعمل على اساس انه نمنع هاي الجرائم خلال
ندوات. أنا أقول لهم وبصراحة للعضوية للموحد والمشترك إنهم ما يعرف بيعرفوش الوسط العربي إلا لوقت الانتخابات. بقيم أيمن عودة إطلاقا لا يجب لا إدخال وجوه جديدة ولا شيء، يجب إدخال نهج جديد بالنسبة لنا للمجتمع العربي، تفكير جديد مختلف. صرنا مشاركين في الكنيسة سنوات عديدة طويلة، الآن يجب البحث عن بديل تمثيل للمجتمع العربي. الجريمة والعنف المستشري في الوسط العربي، الكنيسة لم تحلها والحكومات المتتالية هي سبب في الأزمة وليست يعني جزء من الحل. شخصيا لا أؤمن بالوجوه إطلاقا مشاركة بالكنيسة، أنا لا أدعو إلى ذلك، بالعكس أنا ذكرت أنه يجب علينا أن نكون هناك يعني تفكير آخر بالنسبة للكنيسة. نعم يجب، لأن كل روح شبابية جديدة تعمل من أجل المجتمع العربي. كفانا أن يكون عضو، لماذا في دول أوروبا المتحضرة أن كل 4 سنوات أو كل 8 سنوات يتغيرون النواب والأعضاء، فلما لماذا لا يكون في الوسط العربي كمان؟ صراحة أنا أؤيد أنه عضو الكنيسة أيمن عودي يتغير ونجيب يوسف جباري محله. أكيد لازم يكونوا شباب اللي هن متفاهمين إذا إيش مطالب الشباب. إذا بقول لك قيم شخص من الكنيسة تحط بداله شخص تاني، مين ممكن تقيمه؟ بس طبعا يعني أنا إذا كنا نريد أن نطرح يعني هذا سؤال افتراضي يعني بدون شك جميع أعضاء الكنيسة العربية يسعون الآن لحل قضايا العنف المستشري في الوسط العربي. هناك قضايا للأزواج الشابة بالنسبة لمسكن، بالنسبة لتوسيع المسطحات في الوسط العربي، بالنسبة للقبول للجامعات، بالنسبة لكل هذه الأمور طبعا تهم المجتمع العربي. ولكن مرة أخرى ليس لأن ليس لهم نوايا، جميع الأعضاء الكنيسة العربية لديهم نوايا صادقة بالنسبة للحل، لكن الكنيسة هي تكبل أيديهم وتشل حركتهم عن العمل. أهم القضايا لمجتمعنا أنه يطلعوا من الدائرة اللي هن عايشين فيها ويهتموا بكيف انه شبابنا هاي شباب اليوم يلاقوا مجال مفتوح قدامهم بالصناعة وبالتجارة وبالتقدم، انه يكون في حماية يكون في امان بزيادة، هاي بتكفي. اكيد قلت اكيد لا. نعم بعدني مش عارف، بعدني مش عارف، فيش قرار.